أخوي النائب الفاضل لحميدي السبيعي، هو بالذات يمكن أنا كلمت حتى أبو عبد الله، قلت له توقعت من أي نائب أو كلهم أعزاء وقراب يمي أنه ممكن يعمل هذا الأمر إلا لحميدي السبيعي. ليش؟ لأني أعرف طيب أخلاقه، وأعرف من هو لحميدي السبيعي، وأعرف طيب صيته. ووالله بأنك شخص قال لي انا اضمن الحميدي، قلت له مو انت تضمن الحميدي، انا اضمن الحميدي، انا اضمن الحميدي النائب الفاضل الحميدي السبيعي. سوى اولا رقم واحد، كان هناك مخالفه للماده 79 والماده 88 من لائحه داخليه المجلس، ذكروا اسمي وانا مالي حق الرد. اسف تكلم في الامور الشخصيه وانا مالي حق الرد. الامر الاخر، اشار بصوره غير مباشره او مباشره بأن أنت قاعد تتكلم في هذه القضية لأن أنت مع الوزير، والوزير يحطك بالمكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني. لا يا أبوي، لا يا أبو بدر، لا الوزير السابق ولا الوزير الحالي ولا الوزير بالمستقبل يقدر يشتري قناعاتنا في أي مكان كان، وأنا أوجه الآن إلى أي وزير كان، وأنت تعلم بأني إنسان مقتدر، وهذه 1000 دينار اللي أتقاضاها حالياً أنا ممكن أستغني عنها لأن عندي مبادئي. يا أبو بدر، أولا رقم واحد، أنا أتشرف بخدمة الجميع، وأي شخص كان يطلبني ما كنت أقول لا. الأمر الآخر، هذه قضيتي من 2005، وهذا أبو عبد الله موجود قدامي، وأنا طالب في الولايات المتحدة الأمريكية هو موجود، وكانت هذه قضيتي، لا كان موجود وزير أنا معاه مستشار أو غيره. الأمر الثالث يا أبو بدر، تشير بصورة غير مباشرة، طلع عقود قديمة وتروح تشير بصورة بأني الآن أجمع بين مدرب جمباز وبين إعلام وبين مستشار وزير وبين مستشار هيئة وبين عضو في التطبيقي، وتقعد تقول بطريقة ما كانت تليق باسم الحميدي السبيعي، مستأذن من دوامك. أولا رقم واحد، إحنا كنا في إجازة. الأمر الآخر يا أبو بدر، ومن نقل لك هذه المعلومات؟ أنا قدمت استقالتي، أتمنى بأن المخرج يطلع الآن الأوراق اللي أنا جبتها. هذه الأوراق، هذه الأوراق على الشاشة، الورق اللي في الورق اللي على اليمين، هذه استقالتي كانت في شهر 3 2016، واللي في الوسط هذا محضر قبول استقالتي، واللي على اليسار هذا كتاب مني إلى الشيخ أحمد منصور الأحمد الجابر الصباح مدير الهيئة العامة للرياضة، وأبلغت بأني لا أرغب في استلام أي مبلغ على فرق العمل أو اللجان. لو أريد أتكسب من الرياضة كان تكسبت، ما كان قدمت استقالتي ولا كان طلبت، كان طلبت كل فلوس اللي فيه من خلال لجان العمل وفرق العمل، لكني ما طلبت يا أبو بدر. قدمت الرياضة الكويتية، رفعت علمها في بطولات العالم، في بطولات عربية، في بطولات خليجية، في بطولات قارية، ومع هذا يا أبو بدر كل اللي استفيد الآن منه إذا كنت تعتبره استفادة هو 1000 دينار. وأنت تعلم يا أبو بدر، عسى الله يرزقك من وراء الرياضة، أنت تحدثت وقلت تأخذ 1.5 مليون، واليوم خل الشعب الكويتي يقول من قاعد يستفيد من الرياضة، هل أنا يا أبو بدر أم أنت؟ في شيء أبو بدر، لما تحدثت عن معلومات، أنا اليوم كرامتي كمواطن موجودة عندك أنت تصينها، وإن كنت من دائرة أخرى، ولكن للأسف يا أبو بدر تحدث حتى في معلومات غير صحيحة. دمجت رواتب كارات ب600 و400 ثم انتقل إلى 1000، وطلعت قدام المشاهد كأنه 1500 و3500 راتبي وغيره. ما يجوز يا أبو بدر. اليوم أنا يا أبو بدر أقول لك شغلة، وهو لمن زودك بهذه المعلومات، يقول أخونا سعد صالح، قل للنفوس اللي تربت على القاع، حنا على رؤوس النوايف ربينا، انفوسنا من عزها ما هي جياع، وبغير فعل الطايلة ما رضينا، واليا شرينا نشتري طيب الأطباع، وعلى كثر ما نشتري ما اكتفينا. ردف أقول لك ياها شغلة يا أبو بدر، لا بارك الله في سياسة، ولا بارك الله في سياسة، ولا بارك الله في سياسة تخلي أبو بدر الحميد السبيعي يتحدث بهذه الطريقة عن مواطن ويعزك.
وما زلت أعزك على الرغم من أنت سويته بهذه الطريقة يا بدر. ما أقدر أخاصمك لأنك نائب تحت قبة عبد الله السالم تحدث، ولكن أنا خصمك يوم القيامة، وعند الله تجتمع الخصوم يا بدر.